ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة مع حلول موعد امتحانات البكالوريا نجحت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية في الساعة الأولى من صباح يوم السبت من تسريب أوراق الامتحان الأولى بكالوريا، ويتعلق الأمر بأوراق مادة الفرنسية العربية والتربية الإسلامية. وبالإضافة إلى الأسئلة، فإن هذه الصفحات قامت بنشر الأجوبة، ما جعل مترشحين يتفاعلون بكثافة داعين إلى تمكينهم من أجوبة أسئلة أخرى حتى يتمكنوا من إنهاء هذا الامتحان. وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من وقوع تسريبات في اليوم الأول من الامتحان الجهوي، فقد أكدت سابقا وزارة التربية الوطنية أن الطابع السري يرفع عن مواضيع امتحانات الأولى بكالوريا بمجرد فتح الأظرفة داخل قاعة الامتحان وتوزيع الاختبارات على المترشحات والمترشحين. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.